شنو كديري حبيبي؟ هو كنطيب الغداء. اشنو كدير الغدا؟ شنو كندير الغداء؟ طيب بطاطا مقليه. هنا غندير واحد لاصوص اللي غادي نديروها فوق البطاطا المقليه وغنتغداو بها. هكا. وما البطاطا هذا ما طايبه؟ بطاطا؟ البطاطا علاش ما طايبهش؟ فعلا مازال ما طايبهش، درت لها غير نص طيبه، يعني باش ان تكون البطاطا المقليه ناشفه وما فيهاش الزيت كخص نديرو لها غير نص طيبه، يعني غنطيبوها منين تقرب طيب نوليو نخرجوها ونحطوها على ما تبرد ونوليو عاوتاني نرجعوها للزيت نكملو لها القليان، ومن بعد كتجي ناشفه وقرمشه وواعره. بس ما كيزاز زيت؟ لا ما كتجي ناشفه بحال ماكدونالد. علاش زعما فيها الزيت؟ ها فيها الزيت. لا ولكن مازال غنعاود لها، مازال غنعاود نقليها، قلت لها غير نص طيبه ونص طيبه الثانيه كنعاود نقليها وكتجي ناشفه. متاكده ما كاينه الزيت لا والا؟ كتولي ناشفه دابا تشوفي. وشنو كتحط كي تما؟ كنحط مطيشه كنصاوب لاصوص. لاصوص؟ شنو في تما؟ لاصوص درت هنايا مطيشه. مطيشه الحك، درت مطيشه عاديه، درت الثومه، درت قزبر ومعدنوس. وشنو بعد؟ صافي من بعد غادي نديرو شويه ديال العطريه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه ديال الزيت، وغادي نردوها. يطيب؟ يطيب. معناتو انت الصيف. الشيف. الصيف. الشيف مش الصيف. صاف. انت الشيف كتعرف. عطات هاد التومه بزاف، درت لها شي تقريبا شي سبعه ديال الريوصه ديال التومه. سبع تومه؟ سبع حبه؟ لا. هاد لاصوص هادي غادي تجي، غادي تجي فيها الريحه ديال التومه وجهدها. خايبه التومه. لا لا غادي تجي ناضيه. ناضي كنادي. ايوا خلينا نشوف شيف شيف. خلينا نشوف. بعد نحكو شويه ديال التومه تاهي. حكيتي. لا درت شويه ديال التومه كنزيد. مزيان والله. ايوا دابا راح ندوق شنو غادي دير. قولي لي انت راح دير سندويشات. لا ماشي شاموش. واحد الاكله خاصه عاديه خفيفه. ما تحتاجش بزاف من التعب. انت الحوايج. متأكدة؟ وإذا ما إذا حاجة بسيطة وداك الشيء اللي كاين متوفر عندك في الدار نخرجوا هاد البطاطا هادي نحطها هنا عندك يكون ما غادي يعجبني هذاك الشيء. شوفي طابطي البطاطا هنايا هانتوما خواتي كي داري. محمد قال لي غادي يدير الغدا نشوف. غادي نشوف شنو النتيجة ديال هذا الشيء. قولي حبيبي هذا صافي؟ انت قلتي لي هذا صافي ما فيه. مازال غادي يتعاود. بس طاب دابا. طاب دابا نسيته بقيت كنهضر انا وياك نسيته شوية. المهم انت ركزي لي على هذا. على هذا الفريز كيفاش غادي يجي. انا دابا نشوف. قولي ها كيديروا. طابت بزاف ما توليش تعاود الطريق. قولي هذا كيديروا في الماكدونالد. انت خدمتي في ماكدونالد؟ لا ما خدمتش في ماكدونالد ولكن عارف الطريقه حيتاش ديجا خدمت في ريستورون. في ريستورون انا ما خدمتش، خدمت الخدمات تقريبا معروفين كامل خدمتهم. اول حاجه ما درتلهاش الملحه. قليتها غير بلا ملحه، ندير لها واحد الشويه الملحه غير غنص نص طيبه. انت كتبان مقرقره يعني عامره بالزيت ومازال ما طايباش ومازال خضراء. ندير واحد شي شويه تاع الملحه. اوكي قولي لي بعدا انت هذاك سي كت الملحه ما كتخويش بزاف كي لا غير كنقدر تسي ملحه بزاف. الملحه ما كتخويش بزاف. عرفتو خاتي محمد دائما كدير طياب في يعني دائما شي مره كتشوفني انا ما عنديش وقت هو دائما كيجي هنا في الكوزينه وكيدير الغداء ولا كيدير كيغسل المواعين كيدير كل شيء وانا معدوده. اي عندي الزهر، عندي الزهر الرجل، عندي الزهر. شنو حبيبي عندي؟ كاينين الرجال تا هما كيعاونوا عيالاتهم. كاينين هما غايقولوها لك في التعليق دابا. اي وحده عندها راجلها كيعاونها قولها.
هي لك تطلب طالك واللي ما عندها خرج لها كيعاونها كذلك تقولها هيا باش نشوفوا واش الاغلبيه ديال الرجال كيعاونوا عيالتهم او لا. انا صراحه اليوم ما خدمتش لاني لقيت دايره الروطار شي شويه شتها غادي تعطلت الغدا وفي نفس الوقت حايره ما عرفتش شنو غادي طيب لينا الغدا فصافي خليتها كتوكل لها يوسف صافي. وانا رجعت جيت لهنا كنطر هنا الكوزينه دخلت خممت واحد شي شويه شنو غنطيب شنو غنطيب ولقيت هاد الاكله هذه اللي غادي نطيبها دابا شحال هذه ما كليتها من اليامات اليامات ملي كنت كنخرج للفلاحه كنت كنديرها كانت كتجيني سهله كنت كنديرها وكنديها معايا للفلاحه فاش كناكلها تما في الخدمه. ايوا ودابا قلت ارا نديرها كذلك راني نشوفها. وهاد الاكله راه تقريبا راه معروفه ديال الطاطا مقليه و لاصوص مطيشه ساندويتش. لا ماشي ساندويتش هذه نقولها الساندويتش. وفي كاشير؟ لا ما فيها لا كاشير لا والو. صافي دابا هذه غنردوها هاد لاصوص هذه غنردوها طيب اصلا معنا ونشوفوا اصلا انت دائما الطريقه ديال التحضير ديالها كيفاش دايره. انت دائما كتعرف تدير فحال هذا وكشي لاصوص سندويشات ولكن اذا غاري طيب شي حاجه مثلا غاري طيب ما فيك ما تعرف طيب لحم مرخوك نعرف طيب لك كلشي نعرف ندير لك الطعام نعرف نعجن لك اي حاجه اي حاجه بغيتيها برماش الكفته الربيسه اللي بغيت الحلويات اللي ما عنديش معاهم الملوي الحرشه المغرير اي حاجه نصايبها. انت متاكده انك تعرف هذا الشيء كامل؟ ملي كنت صغير قبل ما تجوج كنت كنعاون الموب كنشوف ماما شنو كدير كتكون مع عيالك كنطيب ليها هكذا كنوض كنجفف كنوض كنصيق كنوض كنشر الحوايج وكنخدم وكندير هذا الشيء هذا. كتعرف كل شيء كنعرف ندير وحتى بغليل ليش نو دابا شحال كاينه تجوجتك دابا باش تصوب لي الماكله ولا باش تصبني لي راه غير باش تعطيني الحب والحنان نقصني الحنان. شوفي انت قلتي لي قبيله كتعرف دير بغليل تعرف الملوي ولكن حاجه لي ما في ما غاريش تعرفي بغليل لا ما غاري سلاح. خالتي قلت لي ما في ما يعني الراجل ما ماشي مزيان يشوف بغليل بس ما كيطيب مزيان صح. انا كنت دائما ملي كنمشي بحال هكايا كنمشي كندخل المفاجئ يعني كندخل غير صدفه بحال هكايا الكوزينه كنلقى امي كدير البغرير كتقول لي خرج 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 كنقول لها مالك كندير خرج راني كندير البغرير راه الراجل ما خصوش يشوف المغرير الا شاف المغرير ما كيجيش مثقب وما كيجيش زوين وغيهضر هذاك الشيء. هو صافي واحد النهار وانا امنت بداك الهضره اللي قالت يعني امنت بها قلت ممكن هذا الشيء يكون ولكن من بعد قلت لا ما يمكنش يعني ما يمكنش هذا الشيء اللي كتقول. واحد النهار وانا نجي بحال هكايا وامي حاطه وحده كطار فيه مشات وانا نقبض وانا نصاوب وحده صاوبتها بقيت كنطلق فيها عليها يلا تخسري نشوف واش بصح والله الا جات واه. اذا دابا قلتي لي دابا ياكي قلتي لي دابا انه كتعرف طيبي كتعرف كل شيء ياكي صافي نبقى غير نشد ايدي ونجلس دابا نخليك طيب كل شيء انا غير نجلس صافي صافي. من بعد هانتم من بعد انا جبتها هانتم هانتم شوك محمره وغادي تنشف وما فيها لا زيت ولا والو. انت متاكده لا زيت؟ ما غاديش فيها لا زيت ولا حتى شي حاجه دابا نشوف. وكذلك غتفرشوا ليها شي حاجه لتحت باش داك الزيت تستقطر ما تبقاش مقلته الزيت لتحت. هذا منديل ضروري ناس كيعرفوا هذاك الشيء قاضي ما غاديش كيعرفوا هذاك الشيء كاملين. ايوا لا كنتعطلو بزاف باش نتغداو على حساب كنتعطلو كنتعطلو كنفطرو لا سوزا هاي
وري تصوري صوري بعدا ونشدي في الحلقه. المهم المشاهدين هاد لاصوص ديالنا هادي دابا اللي حنا كنصايبوها نوريكم شنو غادي تضيفوا عليها، يعني التوابل. وريني التوابل اللي غادي نحتاجوا ليها. غادي نحتاجوا الكمون والحار على حسب الا كنتي كتبغي تاكل الحار ديال الحار، والبزار والملحه والزيت البلديه. هنايا بالنسبه اللي قلت لكم الاخوان درت غير مطيشه والبصله والثومه، الثومه كثرت الثومه درت 7 نتاع الريوس نتاع الثومه وقزبر ومعدنوس. هنا ما درتش الزيت دابا حاليا، ما درتش الزيت والماء ديال المطيشه كيخصو يتحيد. صافي هادشي اللي غادي اللي خاصنا. ما ديروا لها لا ما ديروا لها حتى شي حاجه، خليها غير هكاك هي راسها كطلق الماء. زيدي شوفي راني هي راسها كطلق البصله كطلق الثومه كطلق الماء ديالها. هنا غادي نضيفوا الكمون هنا غادي نضيفوا الكمون وغادي نضيفوا فيها الحار. ها انتما حار ما تكتروش حار، وغادي نضيفوا البزار ها انتما وما تكتروش البزار، وغادي نضيفوا الملح ها انتما وصافي بارك علينا. ما تكتريش الملح ما كتخرجش بزاف. وهنا غنديروا زيت العود ها انتما وصافي غير هذاك الشيء. غادي نرون هذاك الشيء كامل صافي. وهنايا غادي نخلطوا هذا الشيء هذا، غادي نخلط وغادي نرون بحال بحال. وفيها هار كان درتي حبيبي هار، هذا هار اخضر. لا ما كيديرش انت شمي الريحه ديالها هذا ريحه الثوم. شمي ريحتها كيفاش جات ريحه الثوم. ريحه الثومه انت ما بس خايبه الثومه. لا لا واعره انت متاكده واعره الثومه. بالنسبه للفريت الاخوان كيف ما قلت لكم انا تيضرب الضو هنا، شوفي واش ناشف او لا. فيها الزيت. فين هو الزيت؟ هاكي هاكي. الا ناشفه لا صح ناشفه 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 ها صح ناشف ناشفه ناشفه. هذيك راه غير مازال سخونه مازال ما عجنتش. شوفوا ها ناشفه ها انتم ناشفه ناكل نشوف هانت جوين ناشفه. خليني ناكل هذا هانت هات. شوف شوف الكاريت ما فز... ما 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 قامت قامت دار دار سميتو الزيت. حبيبي غير هذاك الشيء راح نتغداو. هذاك الشيء نتغداو غير بهذا الشيء. بطاطا وصوصه. بطاطا ولاصوص لاصوص بطاطا لاصوص. ها كيفاش الطريقه ديال الماكله نتاعها؟ هو بحال هكا وكتاكل بحال هكا ما في خبز. تقدر ديرو في وسط الخبز وتاكلو، وتقدر تحطو بحال هكايا ودوزو بالشدق ديال الخبز. صافي حبيبي ندير لك سلطه. انا ما درينا سلطه لا والو، انا بغيت ناكل هذا الشيء هذا باش ما نغيرش المذاق نتاعو. بغيت نحصايب المذاق ديال هذا الشيء اللي صايبت. شوفي هذه الزيت الطايبه خاصك هذا ما خلي روينه هنايا. انا عيط ما روينه في الكوزينه. واللي بغاها مثلا اللي بغاها مثلا تجي ما تجيش قاصحه بحال هكايا، تجي مطلوقه شي شويه يزيد شي شويه نتاع الماء، اولا مطيشه يديرها بالماء نتاعها، يعني خليها بالماء ديالها ما يعصرش المطيشه نتاعها. الماء ديال المطيشه يعني ما يعصروش. صافي خليها خلينا نغسل هذاك الماء يعني غسلها غير خليها غير خليها غير خليها التليفون. اريحه خاص اللي يدير واحد الحاجه يكمل عليها. اي احسن نقصوا شي شويه هذاك البوطه. هنشوف كيفاش كتغسلي الماء. هنا غسلي مزيان الماء كتلقاو غير بشويه شويه مرة هذاك الشيء بحال هكا. كنحيدو هذاك الشيء من بعد هاكا تغسلي انت. انا ماشي هاكا تغسل. كيفاش كتغسلي؟ شوفي انا نوريك طريقه.
هيدي هذا كامل، هيدي هذا وحطت له بابه. بعدين هيدي واسخ هنايا، وبعدين اذا حط هيدي كامل واسخ هنايا حطيه في الزباله، اديري في صابون وصافي. من بعد مثلا انت كتغسلي بحال هكا دابا هادي هي راه توسخات بالزيت وتوسخات بالاخر، ما نمشيش نوليو نردوها تما، لا كنوليو نغسلوها. نغسلو واحد 4 ديال البياسات ولا 5، كنولي نعاود نغسلو هاد الشيفونة. معناتو هذا الطريقة ديالك؟ هي الطريقة ديالي. أنا غنوريك الطريقة ديالي. هيا ديالك أنا صرحتي عرفتها، بس أحسن طريقة ديالي. كتقبضي هادشي كامل اللي كاين هنا، واش كتبان بعد داكشي اللي كتصوري ولا كتصوري على الشرجة؟ كتبان حبيبي. عرفتك انت عرفتي، يعني كتحيدي هادشي كامل اللي كاين هنايا كتحطيه هنا، ومن بعد كتغسليه وكتحطيه هنا ياكي. كنحيد هذا كامل كنحط هنايا ياكي، بس قبل كنحيد كنشيل الماء وكنحط هنايا، وبعدين كنحيد هادولي هادولي واسخ هنايا، كنلوح في الزبل، ومن بعد كنكمل غسل كامل هذاك الشيء، فهمتي؟ ماشي هكا غسل ديالك، هذا خطا طريقه ديالك، طريقه ديالك خطا ياكي. ها ها انتما اللي نوض معاك للكوزينه وكتقولي عاد خطا. انا غير كنعلمك حبيبي شنو هو لي صحيحه. شوف خاطي كتبوا لي في الطاليك شكون بحالي، يعني انا كنغسل المواعين قبل كنديروا صابون، كنشلو في الماء هذولي كنشلو كنحط هنايا في اللافابو، وكنحيد هذا اللي روينا هنايا الواسق، عاد كندير في الصابون. شكون بحالي يا يعني كتبوا لي في الطاليك، وشكون بحال محمد صافي. كاين اللي كيقبض باني، وكاين اللي كتكون عنده بحال هذه، كتكون عنده جوج، كتكون عندو وحده اخرى هنايا كيحط فيها داكشي اللي موسخ. المهم اولا كيكون مثلا مثلا كيكون عندو جوج من هادي، كيولي كيغسل وكيحط هنا، كيغسل وكيحط هنا بحال هكا صافي. اولا كاين اللي كيدير بانيو، بس غير كنوريك طريقه يكون مزيانه. بس هايدي اول هذا واسخ تما، شفتي هذا بس هكا عاد كديري الصابون كتحطي تما كامل. لبابو كامل بس يويلي بس هو كيغسل المواعين. هذا حطي تحت لبابو كامل. لا هكا هكا حطي بس هذا ما يضيع الماء. هاكا يعيد كيحيد هذا هاكا هاكا حيد صابون مع هذا ما قتلق. هاكا دير راح هاكا صافي. ماشي هاكا دير ماشي مشكل مشكل مشكل. ها انا عقلها تحرق من هادشي صليت صافي. لاصوص ديالنا هي هادي صافي صليت. دوقي دوقي واعره بصح. دابا كديري بحال هكا، تقدري تحطيها فوق منها كامله وتبقى تاكلي بالخبز. لا ديري فوق، تقدري ديري ديك اللعبه ديال هكا مثلا.
اللبن تاع هكا هي وضربيها مع الخبز. بسم الله هانشوف، زيد قرب عليا. بسم الله زوين ناضي مريبة زوينة، واحد شوية ديال الحموضية زائد التوابل واحد النكهة زوينة والثومة زوين. هذه منها الدواء البرد ومنها الدواء الكرش. كرش الدواء ديال الكرش يعني كت كتاكل كتعرقها. يلا حطي فوق 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 احسن. ايوا المهم بحال هكا وصافي، بحال هكا. وهذا غادي نديرو واحد الطبيسيل هنا، يلا نشدو واحد الطبيسيل. المهم هذا هو الفريج بالطريقه نتاع صافي، هذا هو الغداء ديالنا بسيط وعادي وجميل. المهم انك تاكل و فهمتي كتشبع كتشبع وكتضيف معاه شويه ديال الرومانسيه كتجي ناضيه، كتلقى واحد الغداء ورا. حبيبي ممكن تشتري لي مونادا؟ مونادا اللي بغيتي بغيتي نشري هذاك، بغيتي ناكلو هادشي هذا تا من بعد نمشيو للقهوة نتقهوى. صافي ناكلو هذا أول. حبيبي ممكن ندير فيه الزيتون، زوينة ياك الزيتون. ديري الزيتون حبيبي. نضيفو شوية ديال الزيتون. يلا ديري الزيتون. أول حاجة ناخدو الصينية ونحطو عليها هذا وهذا. المهم حنا كنتصرفوا معكم عادي بلا زواق بلا والو، يعني كأي واحد عادي، ما كنصنعوا ما كنزوقوا ما كان حنا بإمكاننا أننا نديروا ماكلة ها، ولكن لا لا حنا كنبارطاجيو معكم داكشي اللي كناكلو فهمتي، عكس الناس الآخرين اللي كتلقاهم مثلا كيخاصهم يحضروا ماشي من أجل أنهم ياكلوا أو لا لا، من أجل أنهم يصوروا. فهمتوا حنا كندير واحد الحاجه اللي للاغلبيه ديال الناس كياكلوها، فهمتوا كيفاش؟ وصافي هادشي اللي كاين. كاينين ناس والحمد لله حنا كنقنعوا داكشي اللي كاين فهمتيني، ما كنخسروش بزاف نتاع الفلوس باش ناكلو، اولا مثلا كنجلسو بالسوايع في الكوزينه باش نحضرو شي حاجه واعره باش ناكلو، كنتكافاو فقط اننا ندير شي حاجه بسيطه وناكلوها ونتغداو بها اولا نتعشاو بها ونصوروها وصافي هادشي اللي كاين. المهم والاساس من هادشي كامل هو انكم تشوفونا وتسمعوا الصوت ديالنا وصافي هادشي. اسمعوا صوتي وسمعت صوتكم. اييه وصافي دابا بقى نديرو غير الماء والخبز، خلاص الخبز راه ايه صافي. لا ماشي تما الخبز هناك، يلا نمشيو نتغداو. نشعل الضو حبيبي، نشعل الضو. المهم والاساس من هذا الشيء هذا حسب صوت الصداع كيجي على برا. المهم والاساس من هذا الشيء هذا كامل هو ان الانسان يعيش ببساطه مع واحد الشخص اللي كيبغيه، وماشي بالضروري تكون عندك فلوس بزاف ولا تخسر بزاف ولا تاكل شي حاجه واعره باش انك تكون سعيد ولا باش انك تخلق السعاده، تكتفى ولا فقط انك تكتفى بمن انك تخلق السعاده من لا شيء وتحط الراس ديالك على واحد الشخص اللي كتبغيه وتجوشي عن حب وكتبغيه كشخص كانسان ماشي كعنده فلوس ولا كانه زوين او لا كانه، المهم كتبغي الشخص كما هو. هذاك الشيء اللي حنا كنعيشوه حاليا معكم دابا الاخوان هو ان هضرت بزاف، راك علينا خلينا ناكل. يلا خلينا ناكل. يلا طوقي طوقي يلا راني وقولي لي كيفاش جاك هذا الشيء. انا والله راني كنهبط على جوج خبزات، شنو كنحبس زعما كناكل جوج خبزات. وهذه شنو كدير هذه هنايا؟ بقات من الفطور.
شوار انتم لا لا الكاس ديالك العمره ديال الماء هاي ما ماشي المنادى ودابا واش بغيتي نجيب لك موطه باش نجيب لها لك نجيب لك عرسه نجيب لك موطه اللي بغيتي نجيبها لك غادي ناكلو بعد هذا زوينه بيبي ناكلو ولا بغيتي نمشيو نتقهوى في العشيه نمشيو نتقهوى في العشيه زوينه ايوا انتم الاخوان وقبلوا علينا وصافي زوينه والله زوينه اخواتي زوينه هذاك الشيء حار حار لا ماشي حار بزاف حار كي تاكلو هاك العزوزه زوينه بزاف بطاطا ناشفه الاخوان ها ناشفه هذه هي هذه هي الفريت اللي كتكون في انتم ماكدونالد انتم شربوا انها هذه اللي كتكون في ماكدونالد ولا كتكون في ريستورانت قلت عليها طران طران سوي طران 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 فرطاتني ولكن واخا كان لا هذا اللي طيبتي ولا ناشف لا هذا قبيله هذاك اللي كان لتحت هذا هذا قبيله لحقاش كنبقى لي واحد شي شويه ما درتلوش جوج قليات فهمتيني انتما اش كتب لكم لا ناشف ولا لا ناشف هذا هو الصح انا والله هو الصح ناكل انا نعطيك أراي عدتني يدي حبيبي زوينة يعطيك الصحة زوينة شتي كي جاولة نتوما خصكي تعرفي واخا تكثري منها خصكي تعرفي كيفاش طيبيها وغادي تجي واعرة أنا نتوما زوينة غتعجبك أنا مكانش كتعجبني التومة مكانش كتعجبني ريحتها ولكن مني عرفت نطيب التومة بالطريقة ديالها خصك تجي واعرة زوينة لا قسم لها الخبز بزاف ولكن هو هذا كيف انا غنخبط هذا انت هذا يعني هذا جيد فك الله يهديك